bouge pas. S'il vous plaît. Cop, cop, cop. Ah. Ça tourne le son. J'appuie sur 1, 2, 1. نحن بصدد تصوير فيلم العبد، وهو فيلم روائي طويل حاصل على دعم المركز السينمائي المغربي، ويصور في مجموعة من المناطق أساسا بالمغرب الشرقي، يعني بين مدينتي فيقيق ومدينة وجدة. الفيلم من بطولة مجموعة من الوجوه السينمائية المغربية، يتقدمهم الفنان المغربي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية إسماعيل أبو القناطر، وأيضا إلى جانبه عمر لطفي، سعد موفق، محمد الأثير، يعني كثير من الممثلين المغاربة. وهذا الفيلم هو ممكن ندخله في خانة ما يسمى بسينما المختلفة، لا على مستوى الطرح ولا على مستوى المعالجة، لأن الموضوع ديال الفيلم هو نقاش حول مفهوم الحرية والعبودية، مفهومي الحرية والعبودية. هل الإنسان اليوم فعلا حر ويعيش كما كان يحلم في الماضي، يعني عصور صحيحة من العبودية والإقطاع وما شابه ذلك، اليوم يعتقد أنه حر؟ هل هو فعلا حر أم عبد لمجموعة من المؤسسات التي تتحكم في تصرفاته وأقواله وأفعاله؟ فنتمنى أن هذا الفيلم يحقق المرجو منه ويكون إضافة للسينما المغربية، وكنتمنى التوفيق للإخوان اللي معايا ولكل المخرجين المغاربة الذين يحلمون بصناعة سينمائية مغربية مختلفة. المغرب الشرقي على ما أعتقد لم يستغل بعد سينمائيا، فيه فضاءات ممتازة. هنا تجد الكتبان الرملية، تجد الجبال، الواحات، المناطق اللي ممكن تسقط فيها الثلج، كاين هناك شاطئ السعيدية، بمعنى مناطق مختلفة متميزة ومازال فيرج، يعني مازال ما تستغلش لا في السينما المغربية ولا العالمية. صحيح أن هناك أفلام صورت ولكنها جد قليلة. وبالمناسبة أنا أريد أن أحيي ساكنة المغرب الشرقي بشكل عام، وأساسا ساكنة إقليم بوعرفة فيقيق، خاصة الناس ديال فيقيق اللي كانوا جد متعاونين، واللي دوزنا معهم واحد الأسبوع جميل جدا، وأنا كنوعدهم بأنني سأعود بمشروع سينمائي وثائقي لتصوير تراث هذه المنطقة وتاريخ رجالتها الكبار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.